مساء الخير، معاكم في شؤون عربية ومقاربة من أكثر من شأن عربي بنتناوله بالمتابعة وتحليل، وطبعاً هيكون إفراد لمساحة أكبر من المتابعة والاهتمام بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتجدر بالتأكيد التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ونتمنى لهم دوماً السعادة والهناء والأمن والأمان. نبتدي مع حضراتكم جولتنا الإخبارية العربية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستغلق معبر بيت حانون، المعبر الوحيد مع قطاع غزة والمخصص لخروج العمال والتجار، وذلك اعتبارا من غد الأحد، بزعم أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. هذا القرار، قرار إغلاق معبر بيت حانون، سيؤثر على آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما. إلى العراق، حيث توعد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم بسحق تنظيم داعش الإرهابية، وذلك خلال إشرافه على انطلاق المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة في غرب الأنبار ولقائه بقادة العمليات والأجهزة الأمنية. كانت المرحلة الثانية من العملية الأمنية الإرادة الصلبة قد بدأت اليوم غربي العراق، وذلك بإسناد من طيران الجيش. تشارك في العملية قطاعات أمنية مختلفة من بينها القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع، وذلك للقيام بعمليات نوعية نحو أهداف محددة في عمق الصحراء، فضلا عن عمليات البحث والتفتيش في محافظتي صلاح الدين وكركوك. قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن فتح مطار صنعاء غدا أمام أول رحلة يعد خطوة مهمة في تنفيذ الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرا في اليمن. كان مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد أكد التزامه مجددا بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك على الرغم من استمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب خروقات للهدنة. من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد، وينص المرسوم أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك. يعين الرئيس قيس سعيد بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين 3 أعضاء سابقين في هيئة الانتخابات السابقة، ويتمتع رئيس أعضاء الهيئة الجديدة بالحصانة. أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي أن البرلمان سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. وقال العسومي عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتب البرلمان العربي اليوم بالقاهرة لبحث السبل للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والمقدسات والمقدسين المرابطين فيه منذ بدء شهر رمضان المبارك، قال إن مكتب البرلمان العربي أدان في اجتماعه اليوم مستنكرا بشدة الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها القوى القائمة بالاحتلال واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها الجبانة على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين واعتقال المئات. إلى نظر أكثر قربا على المشهد الفلسطيني في وقفتنا الحوارية القادمة في شؤون عربية، لكن بعد متابعة هذا التقرير كونوا معنا. مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وللمقدسات والمقدسيين المرابطين فيه منذ بداية شهر رمضان المبارك، عقد اجتماع طارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. الاجتماع الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان أدان الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في الأقصى، وأكد ضرورة احترام إسرائيل الوضع القائم والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000.
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن اللجنة الوزارية العربية تبنت بيانا شاملا يعالج الموقف العربي والإسلامي للقدس والقضية الفلسطينية. هناك الكثير من الإجراءات التي سوف يتم تبنيها وتنفيذها في خلال الساعات القليلة القادمة لإحاطة المجتمع الدولي، والهدف إحاطة المجتمع الدولي بموقف عربي وموقف إسلامي، باحتجاج عربي وموقف إسلامي، وأيضا بما هو رؤية الدول العربية في هذا الصدد. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من جانبه أكد أن هناك ثلاث أولويات لتهدئة الأوضاع في القدس المحتلة. الأولوية الأولى هي وقف التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانون القائم خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان ومنع الزيارة، وهذا إذا ما تحقق كما بلغنا سيكون عامل يسهم في تهدئة الأوضاع. ما بعد شهر رمضان المبارك لابد أيضا من أن يكون هناك تحرك وحراك من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث، وكما قلت سبيل ذلك هو وقف الاعتداءات واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الحرم. والموضوع الثالث هو استحالة استمرار الأوضاع كما هي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي للعودة إلى مفاوضات تأخذنا باتجاه الحل على أساس حل الدولتين. من جانبه شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن إسرائيل تنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى وتنتهك حقوق الفلسطينيين وكذلك القانون الإنساني والدولي. اللجنة التي يترأسها الأردن حذرت من أن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان وتقويضا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، كما تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. دوما تجدر الإشارة إلى أن التحرك المشترك وأن يكون في وقفة حقيقية صامدة وموقف يعني بعيد عن هذا السكون للمواقف الدولية والصمت إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة هو المطلوب بشدة في هذه المرحلة، وهو الكفيل ربما بإحداث يعني نقطة تحول نسبية في هذا الملف بنظر إلى الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة الممارسة في حرم المسجد الأقصى المبارك. نتحاول مشاهدينا الكرام يعني لنتابع كلمة البابا توادروس بمناسبة عيد القيامة المجيد، ونعود لمواصلة هذا الملف. الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقوروس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس من أفواه 318 المجتمع بنقيا والمائة والخمسون بالقسطنطينية والمائتان بأفسس من فم الأباء الأساقفة الحاضرين معنا من فم حقارتي لأنه بارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس. للأسف يعني تتزامن هذه الأجواء الاحتفالية مع تصاعد الأوضاع والمزيد من الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي وسقوط مئات من المصابين من جراء الاشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية. نتواصل معكم ونبقى مع المشهد الفلسطيني على خلفية التطورات الأخيرة. ووجه تحية إلى ضيفي في هذا اللقاء في شؤون عربية الدكتور عبد الحميد يونس زيد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الفيوم ونقيب الاجتماعيين في مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
يعني هذه الانتهاكات ليست الأولى ويعني ربما لن تكون الأخيرة، والمجتمع الدولي يبقى كي لا يحرك ساكنا أمام ما نشهده من تصاعد للأحداث وانتهاكات لأبسط الحقوق الفلسطينية، الحق في الحياة في المقام الأول. في الوقت اللي بنشوف طبعا فيه تقوم الدنيا ولا تقعد وينتفض الغرب إزاء ما يجري في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع طبعا لإيضاح الأمور ووضعها في نصابها، أكيد النفس البشرية كلها هي ضد أي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان بشكل مطلق، لكن ربما ما نتوقف عنده كثيرا هو ازدواجية المعايير. ماذا تقولون كبداية دكتور؟ هو حضرتك زي ما قلت حضرتك بالضبط أن هذه الأحداث ليست الأولى بل عاصرناها، ومنذ بداية الاحتلال وتشكيل الكيان الصهيوني ولدينا ممارسات تلو الأخرى، لكنها تتوقف دائما وتتحدد مساحتها وحدتها بالظرف الذي يسمح لها بذلك. كلما وجدت التراخي العربي، كلما وجدت البعد الدولي والإقليمي منشغلا ومنصرفا عنها، حاولت أن تجرب مرة أو أخرى مقدار ما يمكن أن يكون بالنسبة لها عادة، أو تكتسب أرضا أو حقا أو ما يمكن أن تأخذه على يعني مدار الاستمرار أو السنين. يعني معيار المكاسب إيه يعني في هذا الإطار الحربي؟ هو بص حضرتك، في حاجتين حاكمين أو ثلاث حاجات حاكمين للمسألة دي والخلافات وحدة الأحداث فيه. نمرة واحد، أنه النمو المستمر والسريع للحركات الراديكالية اليهودية في داخل إسرائيل. احنا كنا يعني من فترات بعيدة ومن سنة يعني من عقود كان الحزب العمال، ثم أصبح الحزب العمال ضعيفا وكان اشتراكيا اجتماعيا، وكان له مجموعة مبادئ فيها من حقوق الإنسان أو فيها من الشراكة، الذي يفهم أنه يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك دولتين أو أن يكون هناك حل عادل. وبعدين بعد كده تمكنت الأحزاب اليمينية والحركات الراديكالية اليهودية المحافظة من استقطاب جزء كبير من المصوتين اليهود والإسرائيليين، وبالتالي أصبحوا عنصرا رئيسيا في الحكومة، يشكلون بشراكات مختلفة ومتزايدة باستمرار الحكومات. وبالتالي حتى يعني تعاطي الحكومات الإسرائيلية حتى وإن أظهرت غير ذلك مع هذه الحركات يحكمه دائما التصويت، لأنه هناك بقدر ما يحصل الحزب على أصوات ونواب بقدر ما يكون قدراته وإمكانياته داخل الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي كثرة الأحزاب الراديكالية يجعل هناك تراخي في التعامل من الحكومة الإسرائيلية في مواجهة هذه الحركات. ده رقم واحد. رقم اثنين، هذه مبادئ في أسس قيام دولة إسرائيل، أنها تضع المعتقدات الدينية في الأساس وتبني عليها كل الخطط السياسية وتحاول الوصول إليها على فترات، أو لا يهم من في الحكم ولا يهم من يحقق ماذا من هذه المبادئ ومن هذه الأهداف، ولكن كلما جاءت حكومة تستكمل ما استهدفته الحكومات الأخرى لتصل إلى النقطة النهائية أو الاستهداف النهائي. هنا القضية صلبها كله في مبدئيا اقتسام أو حدوث شراكات
في المزارات الدينية أو المقدسات الدينية التي يعتبرها المسلمين أنها مقدسات إسلامية، هم يعتبرونها أيضا من المقدسات، أو مكان المقدسات أو الحائط المبكي أو الهيكل اليهودي أو ما يسمونه من مسميات، أنها أيضا لهم الحق فيها والتعبد بحرية. بالعكس، لو استطاعوا وقد يضعون ذلك في خطتهم أن يطردوا حقوق المسلمين من هذه. ده ينقلنا المسعى الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي والديموغرافي، تهويد وطمس الهوية العربية والفلسطينية وما إلى ذلك من الممارسات. ربما هذا هو موطن الداء الحقيقي في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. هو حضرتك لمست كبد الحقيقة، هو يحدث ذلك بطرق عدة ومسميات مختلفة. المهم أنه الهوية الإسلامية تحل محلها الهوية اليهودية فيما خططوا له واستهدفوا الوصول إليه. يبقى بالتغيير، يبقى بشراء الملكيات، يبقى بالقوة، يبقى بأي وسيلة، هم يدركون أن الوضع الإقليمي أو الدولي يسهل لهم ذلك. في هذه اللحظة، وحضرتك تكلمت عن أوكرانيا، الوضع العالمي الآن منصرف ومنشغل بمكان آخر أكثر التهابا وأكثر ضررا، وبالتالي يمكن لهم أن ينفذون ولو جزء بسيط من الخطة المستهدفة والخطة البعيدة، حتى ولو اختلف مع هؤلاء الذين يرغبون في احتلال مقدسات إسلامية أو حدوث شراكات أو حتى الطقوس اليهودية ينفذوها في هذه الأماكن، هو في النهاية لا يعدو أقل من أنه شراكة في المكان وشراكة في الزمان. إذا انتقلنا من المواقف الدولية إلى الموقف العربي، وأخص بالذكر اللجنة الوزارية العربية، وطبعا في حالة انعقاد دائم على خلفية الأوضاع الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا في محيط المسجد الأقصى المبارك. قراءة حضرتك للبيان اللي سمعناه. يعني الوضع الإقليمي العربي مرتبط تماما بالوضع الدولي. يعني ماذا يمكن أن يفعله العرب إذ لم تكن لهم قدرات تجعلهم يحتلون مكانات في النظام الدولي، تجعلهم يؤثرون ويكون صوتهم مسموعا بالنسبة للسياسات الدولية أو بالنسبة للمفاوضات أو حتى اقتسام المصالح؟ أوكرانيا لأنها جغرافيا في قلب أوروبا، لأنها ثقافيا جزء من الأوروبيين، لأنها دينيا أيضا وهو جزء من الثقافة محسوبة على الأوروبيين، ومن حيث الأمن الاستراتيجي هي الباب الرئيسي الذي يمكن للسوفييت أن يؤثروا على المصالح الأوروبية بشكل كبير، فهي تؤدي حربا بالنيابة عن أوروبا. وبالتالي هم متعاطفون أكثر، وهناك ازدواج في المعايير. نعم، الفلسطيني إنسان، وهم يعني بالفعل برضو الأوكرانيين بشر. موطن الداء هو ازدواجية المعايير، لكن لنتحدث يمكن عن مصالح. تضافر الجهود العربية والإسلامية اللي تكرست من خلال ما خرج بيان اللجنة الوزارية العربية، الأوضح بالتأكيد أو بلور الموقف العربي والإسلامي الراهن إزاء الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية بصفة عامة وفي الحرم القدسي، وما تبعناه منذ بدايات رمضان، تقريبا شهر رمضان المبارك، من انتهاكات على هذا الصعيد. ينضم إلينا المزيد من المتابعة على الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهويل، مدير تحرير الأهرام. تحية لحضرتك، مساء الخير أستاذ أشرف. ألو أستاذ أشرف، مساء الخير يا فندم. أستاذ أشرف، ألو. أيوة أستاذ أشرف، مع حضرتك على الهواء. أهلا بحضرتك يا فندم.
معلش ما سمعتش السؤال. قراءة حضرتك للمشهد الفلسطيني الراهن ويعني مقاربة اللجنة الوزارية العربية من خلال البيان اللي أصدرته اللي بيحوي بالتأكيد كثير من التوصيات والثوابت العربية والإسلامية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، ولكن دوما يعني توازنات القوة وقوة الإلزام تبقى على المحك، كيف تنظرون إلى ذلك؟ أولا تحياتي لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. المسألة ببساطة شديدة جدا أنه إسرائيل تعيش الآن مشهد فوضوي، أضعف حكومة في تاريخ إسرائيل، حكومة هشة تتألف من 8 أحزاب ليس بينهم أي نوع من الترابط، واليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل هذا الوضع من أجل الضغط لتحقيق أهداف، يرى أن الوقت قد حان لتقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي ينتمي لأكبر حزب يميني في إسرائيل، حزب يمينة، والحكومة نفسها هشة يمكن أن تسقط وإئتلافها يسقط، وبالتالي نرى المشهد الذي نراه الآن، عجز من الحكومة الإسرائيلية عن عودة الهدوء، إعادة الهدوء للقدس في الوقت الذي يضغط فيه المستوطنون يقف أمامهم بكل قوة المرابطون من أبناء القدس وأبناء الضفة وعرب الداخل. وفي نفس الوقت يعني مشهد دولي ملتبس، العالم كله منشغل بالأزمة الأوكرانية الروسية، هناك يعني تركيز شديد جدا من الولايات المتحدة وأوروبا على هذه الأزمة. العالم العربي يحاول أن يتحرك في إطار يعني ما يمكن أن يتحرك به حاليا، أو ما يتحرك يعني الإطار المسموح له أن يتحرك فيه، يحاول أن يضغط من خلال الدول التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل مثل مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين وغيرهم، من أجل الضغط على إسرائيل، من أجل الشعور بأنه العلاقات مع إسرائيل لا تعطيها الحق في يعني الاستيلاء على مزيد من الأراضي، تهويد القدس وغيرها. أيضا يتحرك على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي من أجل حشد تأييد عالمي للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لضغط كبير جدا، ضغط غير مسبوق. ما حدث من قرارات من لجنة المتابعة العربية وغيرها هي قرارات يعني تأتي في إطار يعني هامش التحرك الحالي. نحن نعلم أن كل الدول العربية تقريبا تعاني من مشكلات اقتصادية، مشكلات سياسية، هناك صراعات أخرى في العالم العربي تستنزفه، ولذلك نجد أنه التحرك على يعني اتجاهين. الاتجاه الأول هو اتجاه الضغط على إسرائيل واستغلال العلاقة معها، والاتجاه الآخر هو اتجاه اللجوء إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة وإلى العالم أجمع. ولكن أعتقد أن هذه الجهود لم تنجح إلا إذا انضمت إليها الجهود الأمريكية والدولية، وأصبح هناك ضغط حقيقي على إسرائيل وعلى حكومة بنت لكي يعني تقوم بمزيد من الإجراءات لكتف جماح المستوطنين الذين يبدو أنه هو نفسه يعني لأنه ينتمي إليهم أصلا، نعم، عاجز عن وقف تحركاتهم التي قد تؤدي إلى تفجر انتفاضة جديدة. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا. الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، عودة الاستوديو دكتور عبد الحميد. دكتور عبد الحميد، يعني سؤال يطرح نفسه بقوة، ويعني ليس في هذه المرة فقط، لكن كلما يحدث يعني تصعيد أو انتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين يثار هذا التساؤل، ما الذي يفعله غياب التوافق الفلسطيني، وكيف يزيد الأمور تعقيدا وصعوبة؟ هو في نقطتين مهمين في النقطة ديت. العمل الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي في كل مرة هيتوقف على مستوى الردع الذي يمكن أن يحدث على الأرض العربية أو الأرض الفلسطينية، لأن كل سلوك بيضع في اعتباره المساحة التي يمكن أن يبسط نفوذه عليها دون أن ينال
عقاب أو دون أن يتم محاسبته أو دون أن يتحمل تكلفة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية في ذلك. وبالتالي النقطة اللي حضرتك أشرت عليها هي نقطة التوافق. كلما كان التوافق موجودا وكلما كانت اللحمة الفلسطينية اللي هي أساس العمل السياسي والعسكري في مواجهة كل هذه الأحداث الدموية والانتهاكات الصارخة، كلما كانت اللحمة موجودة وكلما تم تفضيل المصلحة الفلسطينية والشأن العام الفلسطيني، كلما كانت ناجزة وفاعلة وقادرة على أن تفرض شروطها، وحدث ذلك مرات كثيرة. لكن خلينا نقول لقد أفرغ العالم العربي من قدراته ومن لحمة الوحدة العربية فيه. لو نظرنا للخريطة العربية ستجد ليبيا خرجت من هذه المعادلة بما فيها من مشكلات، والسودان هي الأخرى، اليمن والصومال والعراق وسوريا، احنا وتونس. احنا بنتكلم في انه نصف العالم العربي يعني خرج مما سمي بالربيع العربي، وهو منهك اقتصاديا، وهو غير قادر حتى لا عسكريا ولا يمارس ضغط سياسي قادر على أن ينصت له الآخرون. وبالتالي الشأن الفلسطيني حتى توافقه مرتبط بشركاء ومرتبط بتحالفات خارجية. لكن عندما تمس هذه الانتهاكات قدس الأقداس، المفترض أن المسألة تختلف كثيرا، لأن بيكون في ضغط على جرح عميق ليس فقط لدى الفلسطينيين لكن يعني لدى الكيان الإسلامي بشكل عام. ودوما لما بيحصل ده، دي مش أول مرة طبعا يحصل انتهاكات صارخة في الحرم القدس. أنا أتفق مع حضرتك تماما 100%. لكن رؤية الأقسام أو القوى العربية المتناسرة لطرح حلول لهذا الجرح مختلفة تماما. فمن منا يرى أن يعني حزب الله في لبنان يعني له من الشركاء الفلسطينيين ما يسمعون ويقدرون ويرون أنه أحد الحلول، وهناك شركاء آخرين، جماعات يعني ولتكن لها رؤية أيضا، يعني الحماس لها شراكات مع الإخوان، وهناك منظمة تحرير فلسطينية، يعني هناك قوى مختلفة قد تكون متفقة في اتهام إسرائيل وقد تكون مستعدة أن تزود عن هذا، ولكن هناك عدم وضوح رؤية وتحالف قوي. هل حضرتك بتشوف ان ممكن يعني او مطروح بقوة في مثل هذا التوقيت ان المقاومة تكتسب ابعاد اكبر واعمق من شكل المقاومة التقليدية؟ يعني طبيعي. كتير اتكلموا عن الضغوط الاقتصادية، يعني ان المفروض يكون في سلاح الاقتصاد يجب أن ألا يلوح به فقط يعني العرب. من الذي يمارس؟ أولا نسأل سؤال، ما الذي يمتلكه العرب ليكون سلاحا فعالا وناجزا؟ وهل ما يمتلكونه يستطيعون أن يستخدموه؟ وهل مصالحهم المنفردة تتوافق مع أن يسخروا هذا يعني ما يملكونه لصالح قضية واحدة يتفقون كلمة عليها؟ كلمة السر في الاتحاد، وكان في تجارب سابقة يذكرها التاريخ أتى نفعا، لكنها كانت في التاريخ ولم تاريخ القريب وليس البعيد معك. ولكن كل حقبة تاريخية لها من الشروط والمحددات ما يمكن أن تنفع فيها بعض الطروحات وبعض التهديدات أو استخدام بعض الأسلحة. يعني ما جاز استخدامه في سنوات
حرب أكتوبر من استخدام البترول كسلاح استراتيجي وفعال في إرغام كافة الدول الغربية على الاقتناع بحقوق الشعب العربي والفلسطيني آنذاك، أتصور أن الشرط التاريخي الآن يحتاج إلى وقفة وتضافر من هذا النوع. لكن هل أن الحكومات العربية أو الدول العربية على استعداد أن تخوض في طروح أو طرح جوهري جذري يمكن للدول العربية من استرداد كرامتها وقوتها في مواجهة القوى الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية أو المقدسات الدينية التي تدنس يوما بعد يوم، والتي يعني يضغط على أن تؤخذ بعض الحقوق أو الشراكات سواء في المكان أو في الزمان؟ يعني الإدعاء بأنه ممكن يتقسم اتنين، جزء إسلامي وجزء يهودي، أو إحنا ناخد ساعتين وهم ياخدوا ساعتين، أو أي حاجة من هذه الطروحات التي الفكرة كمان في أشكال ممارسات إسرائيلية مختلفة، يعني اقتحامات للمنازل، مصادرة أراضي، يعني حاجات كتيرة جدا يعني. لكن يمكن اللي بيخلينا دايما نقف يعني لما يكون ده الحد الأدنى من حقوق البشر، لما حرية العبادة، حرية التنقل، يعني ننعم بالأشياء الطبيعية والعادية جدا في حياة الإنسان، مسألة يعني تتطلب وقفة. يعني سعادتك، لو حتى ده تم تحقيقه، هو بيتم تحقيقه في زاوية مراعاة حقوق الإنسان، ولكن الأكثر من هذا، هذا وطن هم مالكوه وهم من بنوه، وهؤلاء محتلون. وللغرابة أن ملف حقوق الإنسان بيكون مكدر جدا للأطراف الغربية في ملفات أخرى. بالضبط، يعني في ملفات، لكنها يعني لا تجد أذنا لتصغى إلى ما يجري من انتهاكات في الأراضي الفلسطينية. هو ببساطة شديدة ملف حقوق الإنسان ده له توظيف سياسي يمكن استخدامه فزاعة من الفزاعات، حينما يراد أخذ بعض المصالح أو طرح بعض الحلول التي تروق للغرب، يمكن استخدام ملف حقوق الإنسان. بس الأمر الغريب دكتور عبد الحميد، إن والحقيقة مسألة يعني تتطلب تفسير، إن دوما لما بيكون في تغيير مزمع يعني في الوجوه التي تتولى القيادة، سواء في الساحة الإسرائيلية أو في الساحة الأمريكية، بيكون في تعويلات على التغير في هذا الوجوه، في إن هي يتبعها تغير في الاستراتيجيات، لكن ذلك لا يحدث أبدا. يعني عندما جاءت القيادة الأمريكية الحالية كخلف لقيادة سابقة، كان ينظر لها بأنها أكثر تشددا بشكل كبير. يعني هل من نقطة تحول حقيقية، أو يعني لمسنا أصداء إيجابية لذلك على أي من الملفات المتضررة وعلى رأسها القضية الفلسطينية أم القضايا؟ لا يجب أن ننظر ماذا يمكن أن يقدمه الآخر لنا. الآخر مشغول بهمومه الذاتية، سواء مشكلاته الاجتماعية أو الاقتصادية، وغالبا هذه المشكلات ونجاح المرشح فيها هو الذي يحدد استمراره ومدى وجوده في السنوات القادمة. يعني المصوت والتصويت الانتخابي دائما ما يأخذ مدى وكيف حقق من مكاسب جوهرية للشأن الداخلي. أما الشأن الخارجي اللي هو حقوق الفلسطينيين أو ما شابه ذلك من يعني لاجئين عرب وكذا وكذا، هذه يمكن أن ينظر لها بشكل ثانوي، ولن يتم حتى لو عملنا تحليل مضمون للخطاب بتاع المرشحين، هو يأخذ بعين الاعتبار لمرادات كل الأطراف، لكن حينما يبدأ في تحقيق سياساته واقعيا ينظر للمحرك الرئيسي لبوصلة التصويت القادمة، وهي المصلحة الاقتصادية والشأن الداخلي سواء في أمريكا أو في دول أخرى. إذا ما أردنا حلا، يجب أن يبنى هذا الحل على الإمكانات العربية، مدى ما يمكن أن نقدمه نحن كعرب لأنفسنا من
قدرة وتحالف وتضامن وبناء قدرات حتى نحتل مكانة بين الأمم. إذ لم نستطع فرض مكانتنا من خلال قدراتنا، من خلال علمنا، من خلال نفي الجهالة بتاعتنا، لا أتصور أننا سنصل إلى حلول مرضية جوهرية، لأنه هذه لن تعطى منحا، هذه حقوق. يجب أن يكون هناك قدرة وهناك كفاح وهناك اعتقاد بأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه الوحدة، اللجنة الوزارية وغيرها من اللجان وكل المؤسسات على العين والرأس. لكن ستظل كل هذه توصيات فيما ينبغي أن يكون، لا تفعل. لكن كيف تجد سبيلا للتحقيق؟ يجب أن تكون هناك آليات محددة في، يعني تكون ذو أولويات في الحكومة. طالما غابت قوة الإلزام، طالما نشهد الفيتو الأمريكي حائط صد أمام إصدار أي قرارات دولية تدين بحق الانتهاكات الإسرائيلية، فللأسف نحن ندور في دائرة مفرغة. يعني عايز أرجع مع حضرتك يمكن كمان لما بيحصل تصعيدات من هذا القبيل. كثيرا ما نرى تحليلات ومتابعات يعني أكثر للمشهد الفلسطيني تتوقع أننا بإزاء انتفاضة فلسطينية جديدة، والضغط على جرح لم يندمل بل بالعكس يعني يزداد سوءا، بالتأكيد هي مسألة بلغة الخطورة. وثمة اتفاق أن ما أطلق الإرهاب على مستوى العالم بشكل صارخ اللي هو عليه حاليا هو بسبب عدم الوصول إلى تسوية الواجبة في القضية الفلسطينية. اللجنة الوزارية العربية قالت أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى يعني ذهبت في هذا الإطار، وقالت أنها تنذر بإشعال دوامة من العنف. كيف ترى خطورة تزايد هذا الضغط على الفلسطينيين؟ ما الذي يمكن أن يسكر عنه؟ ليس هناك مدى محدد في الأفق نستطيع أن نحدد مداه. لماذا؟ لأنه الشروط الموضوعية أو المحددات الموضوعية لحدوث الثورة موجودة، يعني أرض محتلة ومواطن يحرم من حقوقه، يحرم من ممارسة شعائره وطقوسه، تدنس مقدساته، الحكومة الإسرائيلية لا تواجه ذلك خوفا على مكتسباتها في التصويت. كل ما ده تروج له إسرائيل وتصدره أنها هي التي تتعرض للعدوان وأن ما تفعله دوما في إطار رد الفعل. هذا يعني جزء آخر، وهو امتلاك الدولة الإسرائيلية والمتطرفين لآلة إعلامية خطيرة تستطيع لي الحقائق وتصدير صورة ذهنية أن الفلسطينيين وأن العرب هم إرهابيين، وأنه إحنا مجرد بنسعى إلى أن نتعبد أو نمارس طقوس أو نمارس ذبح أو أي شيء من هذا القبيل. لكن في كل الحقائق لابد أن إحنا في النهاية نتوقع أنه سيحدث ظرف ذاتي، تنفجر الأمور. تصل إلى أي مدى لا يمكن حد أن يتصور. من كان يتصور أن إنه الانتفاضة الأولى كانت ستستمر وتسقط فيها الضحايا سواء من الجانب الإسرائيلي أو من جانب الفلسطيني أو العربي بهذا الشكل الكبير؟ أكثر المتفائلين بوجود ثورة حقيقية وانتفاضة فلسطينية لم يكن يتصور أنها تحدث بهذا الكم وبهذا العمق وهذا التجذر. لكن إحنا في ظل وجود حاجتين ثلاثة من الحاجات التي يمكن للإنسان أن يضحي من أجلها. الحاجات اللي الإنسان يمكن أن يضحي بحياته من أجلها هي الأسرة والثقافة والدين، ودي حاجات، ثلاث حاجات بيتم محاربتهم ويعني بكافة السبل. هو المقدسات الإسلامية، حريتك، حرية العقيدة الدينية وممارستك ليها، وهي شيء غالي ومنزل ونحترمه وموجود في ثوابت الدين. ثم أسرتك تنتهك حرمتها ويتم القبض عليها، وخاصة لما يبقى فيه أطفال ونساء
ثم اقتلاع أملاكك. هو يعني تطلع دوما أن ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على تواجدك معي في هذه الحلقة. دكتور عبد الحميد يونس زيت، أستاذ علوم الاجتماع بجامعة الفيوم ونقيب اجتماعينا في مصر، شرفتني يا فندم. كل سنة وحضرتك. كل سنة حضرتك. شكرا. شكرا كرام، أشكر لكم حسن المتابعة، ونلقاكم بعد قليل وموجز إخباري جديد على شاشة قناة الأخبار. إلى اللقاء.